بلغته تحية الأخوية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتأكيده على ضرورة الرقي والعمل الدائم للرقي بهذه العلاقات إلى مستويات عالية. أبلغت فخامة الرئيس بفحوى الاتفاق الخاص بفتح المعبر الحدودي وأثاره الإيجابية على مختلف المستويات، المستوى الأمني، المستوى الاقتصادي والمستوى المجتمعي، وهو مكسب سوف يكون له إن شاء الله نتائجه الإيجابية في المستقبل. كلفني كذلك بتبليغ فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتحياته وتمنياته له وللشعب الجزائري بالهناء والسعادة والرقي وتدعيم تكريس هذه العلاقات الأخوية للجزائر وموريتانيا. واختتم هذه المناسبة الطيبة لأشيد بمستوى علاقات الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين بلدينا الشقيقين تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة لكل من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأخيه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى أسمى المراتب. إننا على يقين أن إنشاء هذا المعبر الذي يستجيب للمطالب الملحة لساكنة المنطقة سيعود بالنفع المتبادل على بلدينا في شتى المجالات، فسيشكل أساسا حاجزا لدرء أخطار الجريمة المنظمة بكل أشكالها وتأمين منطقتنا الحدودية المشتركة من تهديداتها. وفي هذا السياق أجدد لكم استعدادنا التام للعمل معكم من أجل توحيد الجهود والتنسيق بين المصالح المختصة في البلدين في هذا المجال للتصدي لمختلف هذه الآفات التي لا تعترف بالحدود.